الناس الوطني قائد فريق الهلال في البدايه راح بك عبر قناه لاين سبورت. الحمد لله على السلامه اول شيء، طمنا عن اصابتك. الله يسلمك، حياكم ان شاء الله. بالنسبه للاصابه الحمد لله رب العالمين، يعني انا خرجت من العياده ودخلت في مجموعه تمارين المجموعه، وباذن الله انه نكون تحت امر المدرب في المباراه القادمه ان شاء الله. والله شوف، انا ممكن للامانه يعني العياده للامانه يعني والمدرب والاداره دائما ما هم يعني دائما يكونون حريصين على اللاعبين انه ما يستعجل في عودته، ولكن احيانا احنا كلعيبه يعني في مباريات لا يعني مهما كنت تحس بالم، مهما تحب انك تلعب المباراه وتكون متواجد يعني بغض النظر. عزائي الوحيد الحمد لله رب العالمين ان احنا كسبنا المباريات اللي صارت فيها مشاكل الاصابات، وبالعكس اللي موجودين كلهم شباب فيهم الخير والبركه، وهذا ندل على شيء، يدل على لعيبه الهلال يعني يعملون يعني من اجلك. يعني شوف انت، هي رب ضارة النافعة لو تأهلت ان شاء الله، ولكن للأمانة احنا اكيد ان احنا راح نتأثر ونزعل ونحزن على خروجنا من بطولة بحجم كأس الملك، ومن حق جماهيرنا انها تزعل وتغضب وتعاتب، لانه جماهير الهلال تعودت على الفوز دائما وعلى تحقيق الانتصارات وتواجد في جميع المنافسات، فهذا امر طبيعي ومنطقي. لكن انا اعتقد ان التوقيت الحالي بالذات خصوصا ضغط المباريات وقربها من بعض، يعني واحنا داخلين على مهمة صعبة في مبارتين صعبة، أتوقع أن الهلاليين يعني عامة سواء كانوا جماهير أو إدارة أو لاعبين أو جهاز فني ككل يعني يملكون يعني من الوعي اللي يخليهم يتناسون كل شيء مضى ويفكرون في المستقبل. بصراحة ياسر، الموسم هذا كان مباريات عاطفية، رودوي وكازمن والعين والآن جريتس مع الأخوي القطري. أكيد أنها مباريات عاطفية جدا يعني، ويمكن أنا كانت بالنسبة لي أيضا أمام العين يعني، ولكن في النهاية احنا يهمنا ان احنا نكسب 3 نقاط تحصلنا فيها على في المرحلة الأولى الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله نحقق انتصار إن شاء الله بإذن الله. كلاعبين الأفضل أن تكون مباراة الذهاب بالرياض؟ ما تفرق للأمانة، ولكن لأنه سواء كان في الذهاب أو في الإياب أعتقد أنه كلمة الحسم بعد توفيق رب العالمين للجماهير الهلالية إن شاء الله. ما أقدر أعد يعني، لو أنا عندي علم الغيب بوعد وبحلف بعد بقسم على المصحف إنه بنفوز، بس هذا في علم الغيب. الهلال سيطر في مباراة كأس الملك ذهابا وإيابا ضد الاتحاد وخسر وطلع من البطولة. الكرة القدم أحيانا تكون غير منصفة وأحيانا ما تكون في صالحك مهما تقدم. أنا زي ما قلت لك أرجع وأكرر أقول إن إحنا نوعد إن شاء الله إن إحنا إن شاء الله نقدم كل شيء ولا نبخل على جماهيرنا وعلى نادينا. وللأمانة لأنهم هم يستحقون يعني ويستاهلون الموضوع هذا، ولا أن فيها فضل ولا منا يعني، هذا أقل واجب إحنا نقدم لجماهيرنا.